انا عارف ان الموضوع غريب جدا ان انا بره اوضتي شويه، بس هي دي اوضتي، انا جبتها معايا. ما حسيت ان انا خارج بره اوضه بصراحه، خدتها في ايدي لان انا ما بعرفش اتكلم بره اوضتي، كومفورت زون شويه، فبضطر ان انا اخرج بره الكومفورت زون، فباخد الكومفورت زون معايا وانا خارج. فرسمنا الاوضه، ده الدولاب اكيد تاخدي بالك، ده الدولاب والتكييف، مروحه باينه، دي احلى حاجه في الدنيا المروحه دي، بس مش هتلف. فانا كان ممكن بصراحه اروح في اي حته اقعد في اي حته، بس انا اخترت ان اجيب اوضتي مع الناس بتحب الاوضه. جالي عروض تلفزيون كتير، جالي ولا ما جاليش؟ شكرا. جالي عروض تلفزيون كتير فشخ، بس انا مش عايز اقبلها، لان انا مش قادر، ان مش حاسس ان انا هقبل عروض تلفزيون بصراحه، عشان انا مش قادر اسيب الفانز بتوعي، مش عايز، بحب الناس جدا، فانا مش عايز اروح التلفزيون عشان مشاكل كتير قوي بتحصل فيه، منها يعني منها حاجات كتير قوي مش هنقعد نقولها، بس هي سرقه يعني. عامه اكتر حاجه بتحصل دلوقتي سرقه، احنا كمصريين بنسرق وبنحب نسرق في اي حاجه، السرقه بتطلع بينا على التلفزيون بقى، وده اللي ما خودنيش بصراحه التلفزيون، وكل حاجه بتيجي بقى من اي حته بنجيبها من اي حته في العالم نروح واخدينها هنا، اقول لك ايه، اصل انا مصرتها، انا عملتها انا عملتها مصري، اصل هي اتكتبت حلوه قوي يا معلم، هو اللي فكر فيها، لا هو مصرها، هو جابها من ايطاليا وعملها مصري، عملها زي البيتزا كده، جابها من ايطاليا وعملها في الفرن. شغلتك دي كريتيف ايه، رايتر؟ لا انا رايتر، بس انا مش بكريت، انا برايت، انا بحب ان انا اقعد رايت كده، بجيب اي حاجه محموله في اي حته تانيه في العالم. طب ما تعملها انت وهو يا امريكا، ايه الفكره ان انت تجيبها وتمصرها؟ كل حاجه في الدنيا اجيبها وامصرها، اجيبها وامصرها. ممكن تديني دقيقه بعد اذنك؟ بقول لك يا معلم انا عايز اعمل فيلم. اه هتعمل فيلم عن ايه؟ هتعرضه فين؟ اعرضه في مصر. بقول لك ادي فلاشه، افتح اول فولدر، فولدر اسمه مستر روبوت، خد منه اول حلقه، خدها زي ما هي عادي، خدها بكادراتها لو عايز. اول مشهد حلو فشخ، انا عجبني فشخ، عامه خده. تعرضها فين في مصر؟ عندكم ايه في مصر؟ اهرامات ثلاثه، اسميها الهرم الرابع، عادي عادي، انا مش شايف فيها مشكله. ممكن يحصل مشكله انك عرضه في مصر، لان الممثل المصري والمخرج مصري والكاتب مصري والمسلسل واخد جولدن جلوب، بس مش مشكله عرضه. فانا بصراحه عايز اعمل زي التلفزيون، لان انا بحب التلفزيون من وانا صغير، كنت بتفرج على التلفزيون من دير ديفل، او كان دير ديفل ده كام مصر. بعتوا لي مشهد انا ألمني جدا، انا مش مصدق. واحد ماشي بعربيه، ما احنا عايشين في غابه بقى، ما هي دي الظاهر انها غابه، ماشي بعربيه خبط واحد، داس على ناس عادي مره، ناس غلابه، ناس غلابه مره، ناس غلابه داس عليهم، وبعدين جه واحد تاني عربيه شيفروليه من ورا، ضربوا على بعض نار وضربوا بعض وجري ورا بعض. الاعداد جالنا الفيديو، جالنا الفيديو ده بصحيح، جالنا الفيديو، ممكن نشوف الفيديو مع بعض. بصوا بيجري بسرعه، دخل في العربيه اللي جنبه، انا مش مصدق دي غابه، خبط الناس، فين الامن يا جماعه؟ فين الناس تعمل اي حاجه في اللي بيحصل ده؟ ضربوا بعض بالنار، انا مش مصدق، انا مش مصدق اللي بيحصل ده. اجيب السلاح، غير السلاح منين؟ ايه اعداد؟ اوكي كان في غلطه طبعا يا جماعه في المشهد اللي عرضناه، اكيد اخدت بالكم ان ده مش متصور في مصر. بس معانا مشهد تاني حزين جدا برضو، ألمني جدا، انا مش متخيل ده حصل. ميكانيكي، ميكانيكي صح، ميكانيكي فروض الفرج ضرب واحد برضو وداس عليه وزق فراشات وحاجات مهمه جدا وسرق منه المشروم، انا مش مصدق اللي، بس ممكن اسمع التعرض البتاع، نط ضربه، اخد النجمه، اهي النجمه، اخد النجمه، انا مش مصدق. لا يا جماعه بقى ما يصحش الكلام ده يا جماعه. ايه اوكي انا اسف، اختلط عليا الافرول، ده كان مش ميكانيكي، ده سباك يا فندم، انا اسف تاني، بعتذر، انا مش قصدي طبعا اللي حصل ده، اكيد مشكله الاعداد دي مش مشكلتي، ولو قلت ان مش مشكلتي مش هقتنع ان دي مش مشكلتي، مشكله الاعداد. انا قررت ان انا هعمل حاجه تكون بتاعتي، ما سمعناش تتر ولا بدايه ولا نهايه ولا اي تتر بصراحه، بس هستنى، هستنى التتر يخلص، لسه قدامه حبة اسبوع مثلا، بس هستناه، هستنى التتر، مش هسرق تتر من حد، مش هسرق تتر من حد، انا مش هسرق تتر من حد. بسيني ممكن اشوف الفيديو لو سمحت مع بعض؟ صح هشوف غابة، واضح ان انا هشوف غابة، اتك عليه، واضح ان انا هشوف غابة. الو مستشار الغابة معايا؟ ممكن لو سمحت نعرض المشهد؟ ممكن الاعداد، الاعداد ممكن يعرض المشهد لو سمحت؟ ممكن ما تشتمش؟ تعبت؟ ما تيجوا بقى يا زهد.